قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل عمران الآية 64. رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم. لا يمكن لأحد أن ينكر أن تلك الرسالة واحدة من أهم الرسائل في التاريخ، ليس فقط لكونها رسالة نصية مكتوبة بالمعنى المعروفة للرسالة، لكن لأنها تحمل أيضا رسالة أيديولوجية، رسالة كي تفهم مدى عظمتها وقوتها ومدى تأثيرها في تاريخ العالم، عليك أن تعود بالزمن لأكثر من 1400 عام إلى الوراء، وتعيش الظروف الاجتماعية والسياسية لتلك الحقبة الزمنية، وقتها فقط ستعرف لماذا هي الرسالة الغاية في الأهمية. ولكي أجعل الأمر أكثر سهولة ويسرا، دعنا نتخلى للحظات عن أي أبعاد أو اعتبارات دينية لهذه الرسالة، ونقول أنها رسالة تم إرسالها من حاكم أو من رئيس أو من زعيم دولة صغيرة جديدة، هي دولة المدينة المنورة التي كان جيشها في ذلك الوقت لا يتجاوز 3000 جندي على أقصى تقدير، ومجهز بأسلحة بسيطة، وعمرها الفعلي لا يتجاوز 3 سنوات، وعلاقتها بدول العالم شبه محدودة. إلى هرقل قيصر الروم الزعيم الأعظم للدولة الأولى في العالم، الإمبراطورية الرومانية التي تسيطر على نصف أوروبا الشرقي، إضافة إلى تركيا والشام بكامله ومصر والشمال الإفريقي، وجيوشها تقدر بالملايين بلا مبالغة، وتملك أسلحة متطورة جدا، وتاريخها في الأرض يرجع إلى أكثر من 1000 سنة. لقد كان هذا الأمر في وقتها وفي زمنها غير مألوف تماما وغير متعارف عليه، خاصة بالنظر إلى محتوى هذه الرسالة. لقد كان من الممكن أن يتقبل الزعماء رسائل من بعضهم البعض، لكن بفحوى ومحتوى مختلف تماما عما حملته تلك الرسالة. قبل أن نستدرك أكثر في التحليل، دعونا نتعرف أكثر على مضمون الرسالة، ثم نعاود حديثنا مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كما ترى عزيزي المشاهد، الرسالة غاية في البلاغة والاختصار والوضوح، وتحمل القوة والعزة والحكمة في كل كلمة من كلماتها، فهي ليست رسالة استعطاف أو مهادنة، ويمكننا أن نختصر معناها في عبارة واحدة اشتملت عليها الرسالة، ألا وهي أسلم تسلم. ومن نص الرسالة يتضح لنا مدى عظمة وذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى حرصه على إظهار عزة وقوة الإسلام، إذ نجد أن رسولنا الكريم قد بدأ أولا بذكر اسمه قبل اسمه رقل، وهو أمر لم يكن معهودا في تلك الحقبة الزمنية. بعدها قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم هرقل حتى يظهر له احترامه له، ثم دعاه مباشرة للدخول في الإسلام من خلال قوله أسلم تسلم، مستخدما صيغة مباشرة وواضحة تماما. كما يتضح لنا من الرسالة أيضا مدى حكمة رسولنا الكريم، على الرغم من أن الرسالة قصيرة، فإنها حملت في طياتها الترهيب والترغيب في الوقت نفسه، وهو ما يتضح في قول الرسول الكريم أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين للترغيب، ثم يقول له فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين للتهديد. وتتجلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار الآية الكريمة التي اختتم بها الرسالة، لقد أتى بآية تقرب قلوب أهل الكتاب، وتوضح أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بينهم وبين المسلمين، حتى يفتح عقولهم ويرفع عنهم الكثير من الحواجز عند التفكير في رسالته وفحواها. هذه كانت رسالة رسولنا الكريم إلى هرقل عظيم الروم. إن رسائل رسولنا الكريم إلى ملوك العالم جاءت متشابهة في المضمون ومختلفة في الألفاظ على حسب البلد المرسلة إليه الرسالة والدين الذي يدين به زعيمها وأهلها. ومع أن مضمون الرسائل كان متشابها، فإن ردود الأفعال عليها كانت متباينة، فقد بلغ بعضها القمة في الأدب وحسن الرد،
في حين بلغت بعض الردود الأخرى أدنى مستوى لسوء الأدب والمعاداة، وكان بعضها الآخر بين هذا وذاك. رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس حاكم مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الإسلام إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعوة الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تقول الرواية أن المقوقس لما قرأ رسالة سأل حاملها حاطب بن أبي بلتعة: ما منع صاحبك إن كان نبيا أن يدعو على من أخرجوه من بلده فيسلط الله عليهم السوء؟ فقال حاطب: وما منع عيسى أن يدعو على أولئك الذين تآمروا عليه ليقتلوه فيسلط الله عليهم ما يستحقون. قال المقوقس: أنت حكيم، جئت من عند حكيم. فرد المقوقس على رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برد جميل، وأرسل له من مصر الهدايا، وعلى رأسها السيدة مارية القبطية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له ابنه إبراهيم، وأختها سيرين التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت. رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة. كانت تلك هي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الإسلام إلى النجاشي ملك الحبشة: سلام عليك، إني أحمد الله إليك، الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد بأن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى. وكان رد النجاشي كتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر: سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرته، وقد عرفنا ما بعثت إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك يا نبي الله بأريحة ابن الأصحم ابن أبجر، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد ما تقول حق. لكن دعونا نعود مرة أخرى إلى موقف هرقل ملك وعظيم الروم من رسالة الرسول الكريم. فعندما تسلم هرقل رسالة الرسول أخذ موضوعها بجدية بالغة، على الرغم من أنه زعيم أكبر دولة في العالم يتسلم رسالة من زعيم دولة لم يسمع عنها الكثير، والفارق بينها وبين إمبراطورية الرومان الهائلة كالفارق بين السماء والأرض أو يزيد. وتتضح لنا مدى جدية هرقل في تعامله مع تلك الرسالة من واقعة تم رصدها وسردها من قبل مصادر تاريخية دينية، حيث تقول تلك المصادر نصا: فلقد سمع هرقل أن هناك نبيا ظهر في بلاد العرب، فأمر هرقل جنوده أن يأتوا ببعض العرب لكي يسألهم عن هذا النبي الذي ظهر في بلادهم، واستطاع الجنود الإمساك ببعض التجار الذين كانوا يتاجرون في غزة بفلسطين، وكان هرقل في بيت المقدس في ذلك الوقت وهو يريد أن يستوثق من أمر الرسول، وكان من بين هؤلاء التجار أبو سفيان بن حرب، وهذا الأمر حدث بعد صلح الحديبية مباشرة، فقد سافر أبو سفيان لغزة للتجارة وأمسكه بعض الجنود وأخذوه إلى هرقل في بيت المقدس، والتوقيت عجيب من كل النواحي، إذ لم يكن أبو سفيان قد دخل في الإسلام بعد، كما ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما نقلا عن أبي سفيان بعد إسلامه أن هرقل سأل التجار: أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا إلي. فقال هرقل: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، أي جعل أبا سفيان واقفا
ووراءه مجموعة من أصحابه، ثم قال لمترجمه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، يعني أبا سفيان، فإن كذبني فكذبوه. كان هرقل يريد أن يعرف بالفعل كل شيء عن هذا النبي، ومن ثم فقد سأل أقرب الناس إليه نسبا لأنه سيكون على معرفة تامة به. وفي الوقت نفسه جعل وراءه مجموعة من التجار الذين جعلهم هرقل حكاما على صدق أبي سفيان. ومما لا شك فيه أنه تحت تأثير هيبة هرقل ومعرفة مدى بطشه سيخاف أبو سفيان أن يكذب، وكذلك من وراءه سوف يخافون أن يكذبوا. لكني أود أن أقول لكم إن عامل الكذب هذا لم يكن وارد الحدوث، إن العرب حتى في أيام الجاهلية كانوا يستنكرون صفة الكذب ويعتبرونها نوعا من الضعف غير المقبول. حتى إن أبا سفيان كان يقول تعليقا على كلمة هرقل هذه: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وبدأ استجواب هرقل لأبي سفيان أمام جميع الحاضرين من العرب والرومان، وفي حضور علية القوم من الأمراء والوزراء والعلماء من الرومان. وفي هذا الاستجواب سنرى أن هرقل سيسأل أبا سفيان أسئلة يحاول بها أن يتيقن من أمر هذه النبوة التي ظهرت في بلاد العرب، وهل هي نبوة حقيقية أم كذب؟ فهذه الأسئلة عبارة عن استنباطات عقلية مبنية على معلومات معروفة عن الأنبياء بصفة عامة وعن هذا النبي محمد بصفة خاصة وفقا لما جاء في التوراة والإنجيل. إن الحوار الذي دار بين هرقل زعيم أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت وبين أبي سفيان نحسبه من أعجب الحوارات في التاريخ، وهو عجيب لأكثر من سبب. أولا، لاهتمام زعيم أكبر دولة في العالم بأمر رجل ظهر في صحراء العرب. ثانيا، لذكاء الأسئلة المطروحة به ودقتها. ثالثا، لردود أبي سفيان المشرك أنذاك الذي كان يكره محمدا كراهية شديدة. رابعا، لتعليق هرقل على كلام أبي سفيان في آخر الاستجواب. خامسا، لرد فعل هرقل بعدما سمع كلمات أبي سفيان. إنه حوار عجيب بكل المقاييس. وقد بدأ الحوار بسؤال: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. انتهى استجواب هرقل لأبي سفيان، وبدأ هرقل يحلل كل كلمة سمعها وكل معلومة حصل عليها حتى يخرج باستنتاج منطقي. وبدأ هرقل يأخذ كل كلمة وكل نقطة في هذا الاستجواب ليثبت بها لأبي سفيان وللجميع ولنفسه قبل الجميع أن محمدا رسول من عند الله عز وجل. وقد صرح عن هذا الاستنتاج ترجمان هرقل حيث قال: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك
هل يغدر؟ فذكرت أن لا، كذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. هذه كانت تحليلات هرقل التي خرج بها في نهاية الأمر بنتيجة خطيرة فعلا. لقد قال بمنتهى الصراحة: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. وتخبرنا المصادر التاريخية أن هرقل عظيم الروم قد قرأ رسالة رسولنا الكريم أمام مجلسه وأكابر قومه ليستشيرهم فيما يجب أن يفعله، لكن كان الرفض هو الرد المسيطر على معظم الآراء. لقد رفض كل رجاله فكرة الدخول في الإسلام. يقال أن هرقل كان على استعداد لاتباع الرسول الكريم، لكن في المقابل كانت هناك ثورة كبيرة داخل البلاط الملكي ترفض تماما فكرة دخوله في دين الإسلام. وأدرك هرقل أنه إذا أعلن عن رغبته في اتباع الرسول فعليه أن يغامر بملكه وأن يخاطر بسيادته على شعبه، لأنه في هذه الحالة من الممكن أن يخلعه الأمراء من ملكه. وفي رواية أنه قال لدحية بن خليفة الكلبي: والله إني لا أعلم أن صاحبك نبي مرسل، وأنه الذي كنا ننتظره ونجده في كتبنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. وفي رواية ثانية ذكرها ابن كثير أن هرقل استدعى الأسقف الأكبر للرومان فدخل عليه، وكان كل الرومان في ذلك الوقت يطيعون أمر هذا الأسقف الكبير. عرض عليه هرقل رسالة رسولنا الكريم فقرأها الأسقف، ودار هذا الحوار. الأسقف: هو والله الذي بشرنا به موسى وعيسى الذي كنا ننتظر. هرقل: فما تأمرني؟ الأسقف: أما أنا فإني مصدقه ومتبعه. هرقل: أعرف أنه كذلك، ولكني لا أستطيع أن أفعل، وإن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. وبعد كل هذه النقاشات الطويلة التي خاضها هرقل ملك الروم، اكتفى بأن يحمل دحية الكلبي ببعض الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد ذلك بفترة لم يقبل هرقل بالتزام موقف الحياد، وسير الجيوش تلو الجيوش لحرب المسلمين، بداية من مؤتة مرورا بتبوك، ومعارك متتالية في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وتركيا وغيرها. من الصعب جدا التعليق على رسالة بعثها رسولنا الكريم سيد الخلق وأشرف المرسلين، فمن أكون أنا لأكتب تعليقا على رسالة بعث بها نبينا الكريم الذي لم يكن ينطق عن الهوى؟ لأن كل ما كان يقوم به ما هو إلا وحي يوحى. لهذا سيقتصر تعليقي على رد فعل هرقل على الرسالة وما حدث بعد ذلك. إن رفض هرقل وإمبراطوريته الدخول في الإسلام كان مجرد بداية لتغيير النظام السياسي العالمي وظهور قوة جديدة على الساحة. بعد وفاة الرسول الكريم بنحو 4 أعوام، وتحديدا في عام 15 من الهجرة، دارت معركة حامية الوطيس بين المسلمين والروم، هي معركة اليرموك. تلك المعركة التي ما كانت سوى امتداد لتلك الرسالة، ونتيجة لها بعد أن رفض هرقل عظيم الروم الدخول في الإسلام، بدأ يشعر بأن هناك خطرا بات يهدد إمبراطوريته. لهذا قرر أن يحارب الدولة الإسلامية الناشئة، لكن كان مصيره الهزيمة. لكن دعونا من هذا، فالمهم هنا هو أن هذه الرسالة ما كانت سوى بداية لظهور تلك الدولة القوية التي كان مركزها ومقرها في شبه الجزيرة العربية. وهنا يجب أن أقول شيئا مهما أزيل به أي لبس من الممكن أن يحدث في فهم أمر غاية في الأهمية. إنه بوفاة الرسول الكريم يمكننا القول أن الدولة الإسلامية خرجت من نطاقها الديني وانطلقت نحو النطاق السياسي، فبات شأنها شأن أي دولة موجودة في العالم آنذاك. ولما كانت الدول كلها تهتم بتوسيع رقعتها وزيادة نفوذها، كان على حكام الدولة الإسلامية أن يهتموا بفعل هذا الأمر نفسه، فكانت الغزوات والفتوحات. ثم جاء إيمان الناس من أهالي تلك البلاد التي فتحوها ودخولهم في الإسلام. بمعنى أكثر وضوحا، دعوني أقول أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف كما يدعي البعض. ولكي نفهم ما حدث يجب علينا أن نعيش في تلك الحقبة الزمنية ونفهم قواعدها ووصول اللعبة السياسية فيها. فما كانت تفعله الدولة الإسلامية سواء في عهد الخلفاء الراشدين أو الدولة الأموية أو حتى الدولة العباسية وما جاء من بعدها من دول، هو ما كانت تفعله كل دول العالم: حروب وغزوات وفتوحات من أجل توسيع رقعة الدولة وزيادة مواردها.
أما فيما يتعلق بدخول أهالي تلك البلاد في الإسلام فقد كان بمحض إرادتهم، فلا يوجد أي دليل على إجبارهم على اعتناق الإسلام، بل على العكس تماما تشير كل المصادر والوثائق إلى أن أهالي تلك البلاد قد دخلوا في الإسلام لما وجدوه فيه من سماحة وقيم إنسانية وحقوق للإنسان لم تكن متوفرة فيما عداه. ولنا في مصر خير دليل، ففتح مصر على يد عمرو بن العاص كان أشبه ما يكون بمطلب شعبي، إذ كان الشعب المصري في تلك الحقبة الزمنية يعاني الأمرين من حكم الرومان الذين كانوا يبطشون بهم ويعذبوهم، حتى إن الكثير من المسيحيين في مصر لم يكونوا قادرين على ممارسة طقوسهم الدينية، ولم يكن يهتم الرومان سوى بجمع الضرائب والمكوس من الشعب المصري، مما جعله يعيش في حالة من الفقر المدقع. لكن هذه الحالة تبدلت تماما بعد فتح عمرو بن العاص مصر في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب، وخير دليل على ذلك هو أن الخليفة عمر بن الخطاب أمر أن يظل أهل مصر من المسيحيين في رئاسة الدواوين وإدارة شؤون الحكم جنبا إلى جنب مع المسلمين، وهو الأمر الذي يدل على أنهم لم يجدوا من الإسلام سوى حسن المعاملة.